خير. اليوم 6/1/2021 عيد الغطاس الإلهي، عيد أو عيد الظهور الإلهي. وبهذا العيد معروف بنعمل أكلة الزلابي، كيف شاهدين، والعوامي طبعا. هون أنا مع الوالدين دقلوا الزلابي. شايفين؟ شايفون هون عم نقلي الزلابي. يما اشرحي لنا من ايش الزلابي معموله؟ شو اللي يعني المواد اللي فيها؟ مواد طحين، طحين ويانسون وبحط محلاب، محلاب وشوية قرفة، نكتب قرفين وسكر، سكر حسب الطعم وخميرة. شو الكميات يعني المقدرة مثلا لكيلو؟ كيلتين طحين، كيلتين طحين، معلقتين، كوباية سمسم ونص كوباية وكوباية ياناسون ومعلقتين خميرة وسكر حسب الطعم، أنا بكثرش سكر. طبعا بيدلوها بعدين بعد ما تنعمل وتتخمر. بنخمرها بعد ما نخمرها بنصير نعمل اطواق اطواق او بالايدين او بالهذا. الزلابي يعني عجينة الزلابي، كيف شايفين؟ هون طريقة القلي والتوقينا واحد تطويق، كيف بيعمل التطويق؟ يا بلا شو بت شو بترمز الزلابي يعني بعيد الغطاس؟ شو بجابها للعيد الغطاس؟ اللي فهمته من حياة الوالدين والناس كانوا يتحدثوا، القانون الثاني هو بقولوا عنه فحل الشتاء. للأسف اليوم الدنيا كلها تغيرت. الرمز لهاي الأشياء بما انه بهذا الموسم بصير في شتاء وبصير في برك مي صغيره حد بيوت وين ما كان يكون، هسه وقت بتنزل نقطة المي بتعمل بشكل دائري. هاي الدائرة رمز الزلابي يعني. وعلشان هيك مأخوذة من هاي الأشياء يعني من هذا المنطلق، إنه نقطة المي وقت بتنزل في البرك بتعمل شكل دوائر. بتعمل شكل دوائر دوائر دوائر. هذا اللي انا لحد هسه هذا اللي بعرفه. عملية تطليع الزلابي بالزيت. تروح معي تعال القالب هذا. طبعا بتقلب بعدين بالاخر اللي بده ياكل طبعا بغطوا. بالسكر هيك، كيف شايفين؟ ألف صحة وعافية وكل عام وانتم بخير.